بنتكلم عن قصه الهوت عند المصري وقصه الهوت عند اليوناني. المصري كان بيهتم قوي بقصه الايترنتي والحفاظ على الجسد عشان هو حي وحاكم على عكس اليوناني، فعشان كده هو مال اكثر بطرق اكثر براكتيكال واكثر سرعه، اللي هي قصه رماد المتوفي، ان هو كان بيحرق الجثه وبيضع الرماد ده في الاواني مختلفه الشق والطراز. وان كان الرومان واليونان تاثروا بعد كده بفكره الموميفيكيشن، وظهرت برضه بعد المومياوات والكوفنز اللي بترجع للفتره اليونانيه الرومانيه، سواء لجنسيات اجنبيه او للجيل الثاني اللي هو المصري اليوناني، اللي هو خد من هنا وخد من هنا وخد من هنا. احنا عندنا هنا الفيرست كولكشن، الفيرست كولكشن اللي هي الهايدرا بيسس، هي كلمه هايدرا معناها ووتر، معناها ايه؟ ووتر، لان الاواني كانت بتوضع في اواني مختلفه الشكل زي الانفراد، ممكن نحط رماد في جوه انفراد، اوكي ممكن يحطوا جوه اواني بتاعت ميه، يعني هو كان الاناء دي بيستخدمها للميه، ومعلش بعد ما الراجل مات بحرقه وحطوا ايه جوه الاناء اللي كان بيشرب فيه عادي جدا وقفلها خلاص، واتحطت جوه النيشز بتاعت المقابر خلاص، هو المقابر بتاعت اسكندريه. علشان عشان البيزس دي احنا لقيناها في مقابر كتير، فبعض الكتب تكتب لك ايه حضره بيزس، لان هي تم اكتشافها بعدد كبير جدا في منطقه الحضره، عشان بس تبقى عارف ايه الهايدرا وايه الايه حضره بيزس. ماشي، الكولكشن دي زي ما قلنا قبل كده لما تيجي تشرح كولكشن بتشرحها زي ايه؟ ازهو الكولكشن دي مصنوعه من الثلاثه، لونها اصفر او اصفر محمر شويه، البادي بتاعها دايما في النص في لينير ديكوريشن، يعني ايه لينير ديكوريشن؟ شكل خطي للزخرفه، وفي النص كده التيمه بقى نفسها يا اما فلورال ديكوريشن يا اما اشكال يونانيه ميثولوجيا، حصان بقى مجنح مش عارفه تنين مجنح تو بوكس كده كيسي بيتش بازل وهكذا. تمام؟ والهايبر بيسس كان فيها ثلاث هيادي، تو سمول فور كارينج وواحده ثانيه فور كورينج ذا ووتر، عشان كده دايما بتلاقي فيها ايه؟ ثلاث ايادي رئيسيه. الجزء الثاني دوت مور يعني مور برستيجيوس، واضح ان هو سمعته اعلى شويه، وهو الجليز بوتل اللي هو بيبقى فيه لمعه. تمام؟ بالاضافه ان الديكوريشن بتاعتها ان سايز ان كارفت، هي عباره عن ايه شكل كده فيها ايه الحز المنحوت دوت، برضه صعب جدا في الصناعه. والكوبس بتاعتها او الستوكرز بتاعتها بتاخد في بعض الاحيان شكل بوينت، وفي بعض الاحيان الاخرى بتاخد شكل سيده، بروبابلي ذا اونر، وهي اقرب شبه للتنبؤ صح؟ نفس شكل. يبقى هير وي ار ان ذا هول اوف ذا افتر لايف، ان ذا هول اوف ذا افتر لايف we should mention that there was a difference in the concept in the disease between the Egyptians and the Greeks. The Egyptians were more keen in preserving the body because they believed in the judgment. On the contrary, the Greeks, therefore they used cremation. Plus burning the deceased and placing the ashes inside the vases. Here we can find two connections. The first one is the hydra vase. And the hydra vase, the word hydra means water. And it's a type of vessels which was used to preserve the ashes of the deceased, having how many handles? Three handles, two for carrying them and one for pouring the water. However, the ashes were sometimes placed in other types of jars like the amphora. For us, this collection is made of terracotta and it's made is a creamy reddish color. The body itself has linear decoration. What is linear lines? Exactly. And in the central part, we can find different motifs, floral motifs, mythological scenes, the roosters, two roosters facing each other, and so on. On the other side, we have another collection, but it's black glazed pottery. Black glazed pottery. And they are incised, okay, having also three handles. Sometimes we can find a stopper in the shape, a pointed stopper, or taking the shape of a woman, probably the deceased herself, and it's similar like the Tanagra statue. والشخص ده اللي هو ريليوس الكسندر كان واضح ان هو قائد الساريه بتاعه حاجه اسمها الفيلق التراجاني، السكند تراجانيك ليجن. والفيلق التراجاني ده ظهر في فتره ما بين 128 ل 228، الفتره بتاعه التراجان وجد في مصر بشكل خاص،
ونلاقي هنا دوت زي ما بنقول عليه ميموريال سلاب، يعني سلاب ميموريال لتحليل المتوفى، وعملوا واحد فيلم اللي هو العبد المحرر لأوريليوس ألكساندر، وواحد اسمه هيليدوروس. طيب صور الشخص ازاي بالملابس العسكريه، خلاص ان هو شايفين الجزء اللي هو اولا هو بالشورت هير، وده حاجه طبيق بالميليتري فورم بتاعه ان هو اكيد مش بلوكس، تمام. رينجز فوق الجبهه ده برضه ايديالستيك شيب، وسمول بيرد شايفينها، خلاص. طيب هو لابس برضه الكلوك الساجم اللي هو الكلوك او زي عباءه بيتلبس، وعاده بتبقى مصنوعه من المول او من الصوف، وعاده بيبقى لونها احمر، وهي دي لغايه الايه الركبه عشان تدفيهم في الايه والشده، وفي نفس ذات الوقت تديهم سهوله في الحركه. وماسك حاجه اسمها الفولومن اللي هي البابايروس في ايده، وفي الايد الثانيه ماسك فتيره او بيقدم بعض الطرابيط على الارض، وهو ماسك الفتيره، والفتيره دي زي اليه كده بيحصل فيها فايبريشنز. على هنا على فكره عندنا ديسكريبشنز، الديسكريبشنز ديت هي اللي قالت لنا هو اسمه ايه ومين اللي عمل القصه دي كلها. على الجانبين ده لانس، خلاص، وده الساين سيجنال بتاع الفريق ده، هي عباره عن 7 شيتس فلانس، 7 شيتس فلانس، وعندنا الهاتس ديت المفهوم ادوريشن كانها يعني الادوريشن بوستر، ده ظهر بعد كده حتى في الايه؟ القبط القبط، ماشي؟ وطبعا الحاميه الرومانيه كانت ليها باع في مصر، استراجون لما اتكلم عن الحاميه الرومانيه وقال لك ان الفالوس تقريبا كانت ما بين 22000 و21% و22000، وده كان رقم الحاميه الرومانيه كان يعني عددها كبير علشان يحافظوا على مصر، خلاص؟ يبقى this is a funerary slab for Aurelius Alexander. He was the standard bearer of the second Trajanic legion, and he is depicted here in high relief. This slab was made by the freedman called Heliodorus. He is standing with a short hair, wrinkles on his face, with sad facial features, revealing that he is a deceased person, and also a small beard. Okay, and he is wearing the military customs, the signum, which is the sacrum, which is also the cloak, usually red, made of wool, plus around his shoulders. He is holding the volumen in one hand and the patera, a small vessel, in the other for libation beside the altar. And here we can find two lances with 7 shields, and over them we can find two hands in the sign of adoration, and this shape continued later in the Coptic art. And the lower part reveals the different inscriptions about the information of this place.